عموما من دبي معنا الزميل كريم احمد موفد قناه الاهلي الى الامارات من ارض الحدث وماذا حدث في مباراه الاهلي والوصل. كريم اهلا بيك. مرحب بيك يا استاذ ابراهيم، مرحب بيك في البدايه ومرحب بالمشرف على اللقاء. كريم، ايه تفاصيل المشهد الحزين عندك؟ اكيد باكد على كلامك يا استاذ ابراهيم، مشهد حزين بالفعل، يمكن صدمه كبيره لكل جماهير النادي الاهلي اللي كانت متواجده بتساند النادي الاهلي في هذه المباراه. لعيبه النادي الاهلي ان فور الخروج من ارضيه الملعب كان باين اكيد بشكل كبير جدا الاخفاق المرتبط بالبطوله الافريقيه ثم الاخفاق في البطوله العربيه. كمان مستر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق النادي الاهلي في المؤتمر الصحفي يمكن قال انا ما اتكلمتش على التحكيم اكثر من مره. مباراه يمكن النجم الحكم ده النجم اللبناني كان بيحكم هذه المباراه وقال يمكن لينا ضربه جزاء في المباراه الاولى بين النادي الاهلي والوسط اللي انتهت ب2-2. انا ما برضاش اتكلم على التحكيم، لكن التحكيم موتر الماتش، او احنا رحنا ووصلنا وحاولنا ان احنا نحرز هدف واحرزنا بالفعل هدف، ولو كنا احرزنا هدف ثاني المشهد كان هيبقى مختلف. لكن قال ده موجود في كره القدم. لو بعود للاعبين، حاله حزن كبيره جدا على لعيبه النادي الاهلي، وكمان باكد على جمهور النادي الاهلي اللي كان متواجد يمكن بجانب الاتوبيس او حافله النادي الاهلي اللي كانت متواجده داخل ملعب نادي الوسط. يمكن نادوا على لعيبه النادي الاهلي وطلبوهم باللعب بروح الفانيلا الحمراء والتركيز خلال الفتره اللي جايه واستعاده يمكن روح النادي الاهلي وايضا كمان شخصيه النادي الاهلي اللي تحدثت عليها يا استاذ ابراهيم. حاله يمكن صعبه جدا لعيبه النادي الاهلي، الجهاز الفني كابتن محمد يوسف، يمكن الكل في حاله يمكن مش مفهومه، الكل يمكن حاسس ان الامور يمكن صعبه شويه خلال الفتره اللي فاتت. واكيد اكيد يا استاذ ابراهيم باكد على كلامك، باذن الله ان شاء الله باذن الله مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب يكون في ان شاء الله تصحيح مسار هام جدا خلال الفتره اللي جايه. في انتظار اكيد جمهور النادي الاهلي اللي ورا النادي الاهلي في كل مكان، الجمهور ساند وحيا اللعيبه رغم الخساره ورغم الامور اللي حصلت بالنسبه للاخفاق في البطوله الافريقيه وفي المباراه اليوم اللي خرجتنا من البطوله العربيه، لكن نادوا على اللعيبه وقالوا لهم لابد يكون في تركيز خلال الفتره اللي جايه. هو ده ان شاء الله جمهور النادي الاهلي اللي على طول خلف النادي الاهلي باذن الله، وباذن الله في الفتره اللي جايه النادي الاهلي يستعيد من مباراه المقاولون اللي اكيد هتبقى مباراه غايه في الاهميه كما كانت مباراه اليوم هي مباراه الوصل الاماراتي مباراه المقاولين. يعني بنتمنى ان شاء الله اللعيبه تخرج من الحاله دي، يبقى في تركيز خلال الفتره اللي جايه، لان الامور كده بتتصعب. يمكن النادي الاهلي هيخش جدول الدوري العام، ويمكن هو في اخر جدول الدوري العام، الامور لابد يكون كل المباريات القادمه للنادي الاهلي مكسب سواء في بطوله الدوري او في بطوله الكاس. ونتمنى ان شاء الله لعبتنا تعود لها ثقتنا من جديد ويعود شخصيه النادي الاهلي من جديد. استاذ ابراهيم، طيب كريم، مستر كارتيرون تحدث عن التحكيم في المباراه، هل حدد اخطاء معينه للحكم المغربي؟ بالظبط، يمكن هو ذكر قال احنا لينا ركله جزاء ما احتسبتش، وربط ضربه الجزاء اللي ما احتسبتش في هذه المباراه بركله الجزاء الاولى في المباراه الاولى اللي كانت لمحمد شريف. ويمكن قال هو ده يمكن بعض التغييرات اللي كانت كثيره جدا واثرت على المباراه، انذارات كانت غريبه جدا، اللعيبه توترت جدا، شفنا حسام عاشور في اكثر من مشهد قائد فريق النادي الاهلي، يمكن الحكم وتر المباراه شويه بلغه الكوره، وده اللي كان بيتكلم عليه مستر باتريس كارتيرون. ما كانش في عدد كبير من الصحفيين بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، لان الكل كان بيحتفل طبعا مع فريق النادي الوصل الاماراتي. اتسال يمكن زي ما قلت لك يا استاذ ابراهيم عن التحكيم، الراجل يمكن جاوب، اتسال عن النادي الاهلي هيعمل ايه خلال الفتره اللي جايه، وهل النادي الاهلي ايه اللي مطلوب من النادي الاهلي ان هو يستعيد شخصيته من جديد. قال النادي الاهلي مش بعيد عشان يستعيد شخصيته من جديد، احنا كنا بنلعب مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي مش بعيد خالص عن الامور دي، محتاجين ان احنا نستعيد ثقتنا في نفسينا، ولابد يكون في شغل كتير جدا خلال الفتره اللي جايه. هل يا كريم، انا عدلي يا كريم، اهلا بيك يا باشمهندس، هل احد تحدث ان عندنا مباراه بعد ايام قليله جدا، كيف سنفكر فيها بالنسبه لمستر باتريس؟ اه طبعا، هو اتسال زي ما بقول لك يا باشمهندس، قالوا له هتحضر ازاي الفتره اللي جايه، ربطوا طبعا الفتره اللي جايه بمباراه المقاولين الاولى اللي هي المباراه القادمه بالنسبه للنادي الاهلي. الراجل زي ما بقول لك يا باشمهندس قال احنا مش بعيد عشان نرجع تاني، احنا النهارده وصلنا ورحنا وحققنا وما عرفناش نجيب هدف تاني، هو ده كانت نتيجه المباراه وهي دي كره القدم. لكن الراجل ما فسرش بشكل عام ايه اللي المفروض يتم، هل هيبقى في مثلا لعيبه يعني استخدام لعيبه من جديد، هيحاول انه يقعد مع مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب، بيبقى في طلبات خلال الفتره اللي جايه. الراجل يمكن ما اتكلمش عن هذا الامر، حدد بس ان خلال الفتره اللي جايه احنا ما كناش بعيد، احنا موجودين والنادي الاهلي. والعوده امتى؟ العوده بكره ان شاء الله الساعه 2 الظهر نكون في القاهره باذن الله. باذن الله. في حد من اللعيبه اتكلم بعد المباراه يا كريم؟ لا خالص يا استاذ ابراهيم. خالص. هل حسام عاشور خد اي انذار بعد انتهاء المباراه من الحكم؟ ما
كارت احمر مباشره، يمكن كارت احمر كانت كارت احمر مباشره بعد انتهاء المباراه. يمكن حسام عاشور زي ما يمكن ظهرت على وسائل الاعلام انه يمكن راح على الحكم وكان بيعترض، فيمكن اشار له الكارت الاحمر مباشره. الاستاذ خالد درندالي رئيس البعثه كان له كلام بعد المباراه مع اللعيبه او الجهاز ولا ما التقتهوش؟ يمكن حاله صمت، ما فيش حد اتكلم مع حد خالص يا استاذ ابراهيم. بصراحه حاله الصمت كانت مسيطره على الجميع، الكل يمكن في عربياته على طول مباشره الى فندق الاقامه، اللعيبه يمكن توجهت على الغرف، الاستاذ خالد درندالي بالمشهد خالد مرتجي كمان اللي متواجد مع النادي الاهلي، حاله صمت هي المسيطره على فريق النادي الاهلي في فندق الاقامه يعني. طيب شاكرين جدا.